الله أكبر. الله أكبر. احنا كنا في مخيم 112 وقالوا لنا بدكم تروحوا على المواصل، المواصل منطقة آمنة. وطل السلطان قالوا لنا آمنة، وطل الزهور قالوا لنا آمنة، والشابورة قالوا لنا آمنة. زي ما انتم شايفين طبعا ولا مكان آمن في غزة ولا أي مكان آمن. يعني هذا ابن عمي وين استشهد؟ في المواصل في المنطقة الآمنة. وأم استشهدت قبل كم يوم في طل السلطان